المري. متابعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء، شوطنا الختام والشوط العاشر الخاص بالزمول المفتوح والزميل المعلق المبدع دائما وابدا رايد بن محمد الضيوفي، واصفا ومعلقا على مجريات هذا الشوط. ثبت البرق على راس الطويلة، الحصان اللي عليه الأمنياتي، عقروغات الأمور المستحيلة، معضلي الليل أمور المحولة. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين، وأحييكم وأرحب بحضراتكم أجمل واطيب تحيه وترحيب. شكرا للزميل عبد الرحمن بن اهديا من كان واصفا في الشوط السابق. اذا انطلاقه شوط الختام في هذا اليوم وفي هذا المساء، انطلاقه ختام الاشواط مع شوطنا العاشر للزمول المفتوح. اذا انطلق على بركه الله، لننطلق مع البداية، لنتقدم مع القادم بالصدارة بالبداية الأولى. يتقدم القادم خليفة بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك العبد الملك، يقدم القادم من دولة قطر الشقيقة. نعم، ولكن شوف من الجانب الأيمن التدخل والحضور، انطلق شعار شاهين عبد الله بن علي بن عبد الله الف هيدان المري ابناء الشحنيه، يتقدمون مع المركز الاول والثاني ثالثا وتابع القدوم. وصل صغان، وصل محمد بن صالح بن جابر الجابر المري، يقدم لنا صغان المركز الرابع. أرى هجن الاتحاد من بدأت أشواط هذا المساء وتريد ختام الأشواط. نعم، يقدمون شاهين هجن الاتحاد، منصور بن سعد بن محمد بن قذرة الأحباب قادم مضمرا لهذا الشعار. مع المركز الخامس غير للرابع، غير للثالث، وغير للمركز الثاني، ولكن شوف التسلل من عمق الميدان، شوف هجن الشحنية وإبداعها المتواصل وتألقها الكبير مع هجن الشحنية الأسد المنطلق في وسط الميدان. وسالم بن جابر بن علي بن فران، سلمت يمينه على هذا الأداء يا الذهبي. نعم، أمتعت العيون في هذا المساء، نريد الجديد، نريد الكثير يا راعي الأسد وهجن الشحنية الأدعم الغالية. يتقدم مع المركز الأول، انطلق الأسد نعم ملك هذا الشوط حتى هذه اللحظات مع الصدارة. المركز الثاني، أرى القدوم، أرى في هذه اللحظات الصامل علي بن عبد الهادي بن سالم بن تويم المري، يقدم الصامل بأداه القادم بشعار البحرية. مع المركز الثالث، المركز الرابع، أرى أشهب هو القادم، وهذا الشبل من ذاك الأسد، هذا جابر بن سالم بن جابر بن علي بن فران، يقدم لنا شعاره الشبل في التضمير، يقدم لنا انطلاقة أشهب مع هجن الشحنية. يتقدم بالمركز الثاني، غير من الخامس إلى الثاني. نختم نداء مع هذا القادم بشعارك يا خليفة يا بن عبد الرحمن يا بن عبد الملك يا العبد الملك، يقدم لنا شعاره مع القادم. لكن نعود للوحة الفنية.
الفنية الجميلة للانطلاق الخطير مع هذا الثنائية، ثنائية شحنية مع المركز الأول والثاني. نعم نعم، منظر منظر اعتدنا عليه في هذا المساء، حضر كثيرا، حضرت المنافسة مع هجن الشحنية يتقدم الذهبي والشبل، الشبل والذهبي، الثنائي الذهبي، الثنائي الكبير. نعم يتقدم، يتقدم مع هجن الشحنية، هجن الأدعم، هجن العنابي، عنابي اللون. نعم مع الأسد، الأسد بالصدارة، ذهبي التضمير، ذهبي، ذهبي في كل شيء، يقدم لنا حضوره مثل ما قدم لنا الأسماء الكثيرة، الأسماء الخطيرة، الأسماء الشهيرة، يقدم لنا الأسد. بدأ ينطلق، بدأ يفترس الصدارة، بدأ يفترس المقدمة. نعم الأسد، الأسد، الأسد على اسمه أسد، ينطلق، ينطلق مع هجن الشحنية. وسالم يا سالم، جعلك دوم سالم يا سالم يا الذهبي، يا بن جابر، يا بن علي، يا بن فران. تابع هذا الأداء، تابع هذا الجمال، ولكن القادم أشهب، أشهب قادما، قادما مع هجن الشحنية، مع هجن دولة قطر. نعم مع الأدعم الغالي يتواصلون بالأداء مع أشهب، مع انتصاف مسافة 8 كيلومترات، انقضت 4 كيلومترات، انقضت 4 كيلومترات يا اخواني، تبقى 4 كيلومترات. نعم تبقى مثل المسافة التي انقضت. نعم نتابع المركز الثالث، من القادم؟ هجن الاتحاد، واقول لكم الاتحاد في قوة طبعا. نعم نعم نعم، هجن الاتحاد وشاهين منصور، يا بن سعد، يا بن قذلة، يا الاحبابي، شعار الاشواط الرئيسية في مساء اليوم. من حضر بالثنية ليأتي ليقدم لنا شعاره مع المركز الثالث، مع ثالث التحديات، يتقدم بتقدمه، يتقدم بخطاه، بثقته، بشموخه، بشموخ شعاره، بشموخ مضمره. نعم يتقدم مع هجن الاتحاد، هجن الإمارات، يتقدمون أبناء دولة الإمارات الشقيقة. ولكن تابع، تابع الفيدان القادم، يشكل الخطر علي بن عبد الهادي بن سالم بن تويم المري، يقدم لنا الصامل، الصامل بأدائه، الصامل بانطلاقته مع المركز الرابع. يا بن عبد الهادي، لا للهدوء في شوط الختام، نعم لا للهدوء، القادم منه خليفة بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك العبد الملك، يقدم القادم. مرحبا بهذا الشعار، مرحبا بأبناء الشحنية القادمين، العنين، الحاضرين، المشاركين معنا في هذا المهرجان الغالي، المهرجان الأضخم. نعم نعم، نعود يا أخواني، نعود. هل من جديد على الصدارة؟ هل من جديد يا الذهبي؟ تابع، تابع يا سالم، تابع، تابع يا أبو جابر، يقدم لنا شعار هجن الشحنية، دائما يقدم لنا الأداء الجميل، يقدم لنا الحضور الكبير. حينما تحضر هجن الشحنية يحضر الإبداع، يحضر الجمال، ويحضر هذا المنظر وهذه الصورة الجميلة وهذا الأداء الجميل. نعم الأسد هو في الصدارة، الأسد في الصدارة، الأسد بالقيادة، الأسد والأسد يتقدم مع هجن الشحنية. وسالم يا بن جابر، يا بن علي، يا بن فران، يا بن فران. نعم نعم، فنان، فنان، ويقدم لنا الفنون، يقدم لنا الجنون مع هذا الشوط. بالمركز الأول الأسد، يا الأسد، أسد الميدان، أسد الختام. نعم الشوط الختامي لهنك خاصة، لهنك خاصة يا سالم، يا بن جابر، يا بن علي، يا بن فران. الذهبي بالتضمير، لكن وصل الشبل بهجن الشحنية، بالعنابي، بالعنابي، ويا عذابي من هذا المنظر، من هذا
هذا المنظر من هذه الثنائية الثنائية المميزة الحاضرة الاستثنائية مع المركز الثاني الشهب والشبل جابر. الشبل جابر بن سالم بن علي بن فران، هذا الشبل من ذاك الأسد، نعم يأتي مع هجن الشحنية مع الأدعم الغالية، ولكن المركز الثالث من القادم؟ هجن الاتحاد، وفي الاتحاد قوة لا شك بذلك، لا شك بذلك. وصل شاهين، هجن الاتحاد، هجن الإمارات، قادم يا منصور، منصور يا منصور، يا بن سعد يا بن قذلة، يا الأحبابي يا الأحبابي، قادما مع هجن الاتحاد. رابعا من القادم؟ من القادم؟ ولكن 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 وصل القادم، وشعارك يا بن عبد الملك، شعارك شعارك القادم من دولة قطر، ولكن هجن الشحنية، هجن الشحنية، هجن الأدعم الغالي، الهجن، هجن دولة قطر، أول وثاني، أول وثاني، لكن الكيلو وينه؟ الله حتشاف الكيلو، لا والله باقي باقي شوي، ما وصلنا ما شفناه، باقي عليه شوي، والأسماء طارت، الأسماء طارت، الله 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 الله، نعم هجن الشحنية مع الأسد، والله هذا الكيلو، نعم نعم شفتها بعيني، شفتها بعيني، وشوفوا شوفوا ودقة الأجراس، دق الجرس دق الجرس، وراح ودق العصا ودق العصا، يا من تتابع يا من تراقب، أشهب والأسد، الأسد يا الذهبي، هجن الشحنية، هجن دولة قطر، هجن دولة قطر، قادم العبد الملك، حذاري من القادم، اسم خطير، اسم جديد، ولكن النماس إلى دولة قطر مع القادم، القادم قادم، ولكن هجن الشحنية، هجن الأدعم الغالي، الأدعم الكبير، الذهبي يا رايق، الذهبي يا رايق، يتابع 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 بثقة، يتابع بثقة، الذهبي سالم بن جابر بن علي بن فران، ولكن ولكن هذا شب، هذا جابر، هذا الشبل، هذا الشبل، هذا الشبل جابر بن سالم، سلمت يمينك يا ابو سالم، نعم نعم، هذا الختام، هذا السلام، وباذن الله البدايه غدا، غدا خطيره، غدا السيوف، نعم نعم نعم، انطلق انطلق انطلق، هجن الشحنيه، الادعم الغالي، وصالح بن ناصر العيده يتابع يشرف لنا على هذا الجمال، على هذا العطاء المتواصل مع هجن الشحنيه. تهانينا لسمو الامير تميم بن حمد آل ثاني، متابعا مالكا لهذا الشعار، والى دولة قطر كافه، ولابناء الشحنيه، ابناء العنابي، عنابي 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 اللون، يا اشهب اشهب، وسلمت يمينك مشكور، هذه الثقه ولا فلا، الشبل جابر بن سالم بن فران، هذا الاداء الفنان، وختامها مسكه، ختامها مسكه مع هجن الشحنيه وادائها الجميل، جابر بن سالم بن فران المركز الثاني، وصل الاسد، نعم مع الذهبي سالم بن جابر بن علي بن فران المركز الثالث، وصل الشعار خليفه بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك العبد الملك مع القادم، اذا هكذا المركز الرابع هجن الاتحاد مع شاهين والتضمير منصور بن سعد بن قذلة الأحبابي، خامسا مع العادة مع مخرجنا أسامة الهواري، إذن تهانينا لهجن الشحنية للأدعم الغالي من ختموا أشواط هذا المساء وحضروا بالإبداع مع الثنائية، لا غرابة أبدا على هذا الشعار في هذا المهرجان، يحضر بقوة حينما يأتي هذا الإبداع الذي لا يستغرب على هجن الشحنية مع المركز الأول والثاني، المركز الأول أشهب وهجن الشحنية وجابر بن سالم فران شبل مشكور، 13 دقيقة 9 ثواني 5 جزء مسامك الثاني، هجن الشحنية مع الأسد وانطلاقة الذهبي سالم جابر بن علي بن فران المري، المركز الثالث خليفة بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك العبد الملك مع القادم 13 20 ثانية 23 جزء من الثاني مركز الرابع، هجن الاتحاد مع شاهين مركز الخامس، والشيخ زايد الحداد بن زايد الهيان مع ناصي وجمعة بن مطر، جمعة
بن عتيق الرميثي تهانينا والف مبروك لحزم الشحانية من ختموا هذه الأشواط وهذه الفترة. وهذا ملخص شوطنا العاشر. هلا مبروك لحزم الشحانية وللذهبي وللشمل مراته بالمركز الأول والثالث. هلا مبروك لحزم رياض الأحرار الشحانية الأدعم الغالي يحضر بالمركز الأول والثاني. هكذا ختام الأشواط.